أنا تعبانة أوي يا بوني، تعبانة أوي برغم كل الناس اللي حواليا، لكن بحس إن أنا وحيدة. عارف يا بنتي ومقدر مشاعرك، يوسف كان عزيز علينا وفراقه أثر فينا كلنا، لكن دي إرادة الرب. ساعات بحس إنه لسه عايش، بحس إن روحه حواليا. صدقني يا بونا، يوسف لسه عايش. طب أقولك على حاجة، أنا لما بروح شقتنا اللي كنا هنتجوز فيها كتير أوي بحس إنه موجود وبيتكلم معايا. الصبر، الصبر يا بنتي، الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. بس الاختبار المرة دي صعب أوي يا بونا، مش قادرة استحمل. انت لازم تفرحي يا بنتي، لأن ربنا خصك بالتجربة دي، دي دليل على إنه بيحبك. الذي يحبه الرب يجربه، وهو عايز يختبر مدى إيمانك وصمودك وصبرك. لازم تعرفي إن المصيبة أو التجربة مش هتستمر طول الزمن، لازم تنتهي. ومن نعمة ربنا علينا إنه خلق لنا نعمة النسيان. مش قادرة أنسى، مش قادرة. المؤمن اللي بيحب ربنا دايما بيعيش في رجاء، وعمره ما بيتعب، لأنه متأكد وعارف إن بعد برد الشتاء هيجي دفء الربيع، وبعد الغيوم لازم تظهر الشمس. عندك حق، عندك حق يا رب. هات بالاخر يا اخي، شكلك كده مش عايز تناسبنا. الكلام اللي بتقوله ده يا عم زغلول، ده انتوا ناس تجار محترمين، واي حد في الحته دي يتمنى يناسبكم. ما بتبطلنا ليه بقى ومش راضي تسينا على بر؟ سيء الحكايه باختصار ديسي ان انا فتحت البيت في الموضوع، يعني يبقى اكيد وافق. نس ليه بقى؟ ان شاء الله. يعني البت بتقول انها مش عايزه ترتبط الا لما تخلص دراستها. دراسه ايه يا عم؟ قول يا باسط، اذا كان عريسها ذات نفسه صايت اعداديه. اه ما دي مشكله برضو عم زغلول، لما يبقى العريس صايت اعداديه والعروسه السنه دي هتاخد بكالوريوس تجاره. العلم في الراس مش في الكراسه يا حبيبي، وبعدين نفرض ان الواد كان دكتور وما حلتوش اللقطه، تقدر تقول لي هيعمل ايه؟ اسمعني يا حبيبي، شوف كام معلم في السوق كلهم ما بيعرفوش يفكوا الخط. ايوه انا معاك، بس انا موافق تكمل علامها، بس نقرا فاتحه كده او نبقى مخطوبين على الاقل. ايوه يا ديسي، بس البت ما بسش ولا حاجه يا عم عبيد، انا عايز اكتب هنا باسمي. تكتب هنا باسمك؟ هي ايه الملف السعدي يا اخي؟ هي هنا دي ايه، شقه ولا عربيه؟ ناس تقول لي هتطلع لها رخصه وتسجلها في الشهر العقاري. لو طول اعمل كده هعمل، بس ما يجيش واد صايع زي ادم ابن عم امين ويحصل اللي حصل ويتدخل ما بيننا واطحنه تاني. لا مطمن، انا نبهت عليه ما يديكش فرصه انك تطحنه تاني، واشتكيته لابوه. مش كفايه؟ امال اللي انت عايزه ايه يا عم زغلول واحنا نعمله؟ حضرتك لازم تحدد لنا ميعاد نقرا فيه الفاتحه بتاعت الديسي على هنا بنتك. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا ريس، اي طلبات تطلبها ست البنات احنا موافقين عليها من غير ما نعرفها. ها قلت ايه بقى؟ قلت لا اله الا الله، امر لله، تشرفونا ان شاء الله الخميس الجاي. بس بقول لك يا عم زغلول، تجيبوا معاكوا عقد الشراكه اللي بينا يعني، عشان نقرا الفاتحه ونمضي العقد في وقت واحد ان شاء الله. عينيا. انت تطور يا ابو نسب، يا جميل انت يا جميل. الله يسلمك يا حبيبتي، طالعين فوق في اوضه الدكتور امير. نورت بيتك يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك قلبي، نورت بيتك. تعالى البيت حبيبي. كان وحش من غيرك قوي يا امير. يا خبر ابيض، البيت زي ما هو بالظبط، ده مفيش ولا حاجه قد كده اتغيرت فيه. تعالى يا حبيبي تعالى ارتاح، اقعد جنبي، اقعد اقعد. ياه انت وحشتوني قوي. انت يا حبيبي اللي وحشتني موت. اقصى عليك يا امير، ست سنين، ست سنين ما اشوفكش. يا ماما الحياه في امريكا بتجري بسرعه الصاروخ. ده معنى كده انك كنت ملهي عنا ومشغول على الاخر. يا سلام، انا كنت هناك عايش في دوام، بس اهو
اديني طلعت من الدوامه وخدت الدكتوراه وكمان خدت الجنسيه، انا دلوقتي مواطن امريكي. بجد الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. وناوي تقعد معانا قد ايه؟ ناوي اقعد معاكم على طول. طب الله، وشغلك في الامم المتحده؟ اعتذرت عنه، انا ناوي اعيش في مصر على طول. انا عامل زي السمكه لو طلعتيها من ميتها تموت. اما انت فعلا قابل لك العجب، امال ليه كنت مصمم تاخد الجنسيه الامريكاني؟ يا حبيبتي ام انا امريكان سيتيزن وريفر اي ام، يعني هي الجنسيه الامريكيه ما بتنفعش غير في امريكا بس. وهتشتغل ايه هنا؟ جالي عرض تبع منظمه حقوق الانسان وهشتغل معاهم في مصر. ده احلى خبر سمعته في حياتي يا امير. يا اخيرا يا اولاد هتلم شملنا من تاني. مصر كلها وحشاني، كل حاجه في البلد دي وحشاني، الزحمه بالناس بالجيران بالصحاب بجو. انا عايز اكلم جو، جو وحشني جدا. امير جو مات من فتره في حادثه. يوسف مات؟ طب وليه ما قلتليش؟ يا حبيبي ما رضيناش نعجن عليك وانت في غربتك. يعني ايه يا سيف؟ تجيبني لغايه هنا وتسيبني لوحدي وتمشي؟ اوعي تقولي كده، كل حاجه زي ما هي، انا اروح مسافه السكه وهرجع، بدل ما يبقى غدا يبقى عشاء، العشاء هرد الشموع. وانا وعدتك بقى بالرومانسيه، سيبني اظبط كل حاجه عشان خاطري. دي اوضه النوم لوحدها عشان تجهز عايزه لها ولا على الاقل 7000 جنيه، ده غير بقى المطبخ عامل معايا 4000 جنيه، يعني المجموع كله عامل 11000 جنيه. واعملي كمان حساب طقم الحلل، وكم طقم مفارش، وكم هدمه للعروسه. ياه، وده وقته يا صبره؟ امال امتى وقته بس يا امين؟ مش لازم نصر البنت، والبنت عشان هتتجوز. اللي انتوا بتقولوا عليه ده هيخش له في 15000 ويمكن اكتر كمان. ما تخافش، انا عامله جمعيه مع امي مينا واتفقت معاها ان انا اقبضها الاول ب 8000 جنيه، وهبيع الحلق اللي عندي والكام غويشه اهو عشان نصر البنت يا امين. ربنا يخليك لي يا يما. اللي انت بتقوليه ده كله هيجيب له ايه؟ 10000 جنيه؟ هنجيب الباقي منين؟ بعدين معاك يا امين، الحكايه ماشيه والحمد لله، هتوقفها ليه بقى؟ كله على الله. انا يمكن يجيني ترقيه قريب والمرتب هيزيد فيها شويه، اهو يساعد برضه في سد الدين. بجد يا امين؟ وساكت على خبر حلو زي ده؟ ما هو لسه ما حصلش يا صبره، لسه. انا مترشح يعني ما بين كام واحد من زمايلي في الشغل، ويا عالم هترس على مين؟ يا رب يجعلها من حدك ونصيبك قادر يا كريم يا عم امين. باين ان جوازتي وشها وش الخير عليك يا سي بابا. ربنا يسمع من بقك يا بطه يا رب. انا بعمل كل ده عشان مين؟ ما هو عشانكم. ربنا يخليك لينا يا بابا. ربنا يخليك لينا ويخليكم انتوا كمان.